السلام عليكم. حلقة اليوم باش نخصوها للترجي الرياضي واخر اخبار، وحلقة اخرى باش نعملوها في القناة الثانية الاخر اخبار النادي الافريقي، ممكن حتى نعملوا حلقة ثالثة فيما يخص اخبار المنتخب التونسي. ان شاء الله بشوية بشوية نرجعوا ريتم العادة. لذا نبدأ بالترجي الرياضي اللي غدوة بحول الله باش ينتقل للسعودية باش يشارك في البطولة العربية مع الاتحاد المنستيري والنادي الرياضي صفاقس. فيما يخص اخبار الترجي الرياضي، حلقة اليوم باش نخصوها الهيثم الجويني لاعب الملعب التونسي واللاعب الجزائري اللي ينشط في الدوري التركي غشة. هيثم الجويني ما نجم كان نقول عليه للأسف الشديد، يعني نوعية الملعبية متاع بسام السرار في ملعبية عندهم إمكانيات كبيرة، لكن الله غالب لجون دي فيل العيشة متاعهم أثرت على مستواهم. هيثم الجويني حط في قلبه ورجع وقدم موسم ممتاز مع الملعب التونسي، خوله أنه تتقدم له الدعوة للمنتخب التونسي ولعب وسجل هدف أمام المنتخب الليبي. فيما يخص بسام السرار، في الله أعلم يندرى يحط في قلبه مع نادي الإفريقي ويرجع بسام اللي عرفوه جماهير النادي الإفريقي واللي يكمل في طريق الغلط. الجويني من نجم نقول عليه كان الإضافة بحول الله حاصلة، يندرى الإضافة اللي ينتظرها جمهور الترجي الرياضي الله أعلم، لكن اللي متأكد منه الإضافة باش تكون حاصلة مقارنة بالإضافة اللي قدمها محمد علي بن حمودة واللاعب الجزائري المصاب. لكن باش نتحدث على هيثم الجويني من زاوية أخرى، اليوم في EFM رئيس الملعب التونسي أحكي على إمكانية انتقال هيثم الجويني الفريق السابق الترجي الرياضي. خلينا نسمع بالضبط شنو يحكي رئيس الملعب التونسي. ممكن نسبة كبيرة منكم سمعت التصريح هذا، لكن ما فيها باس كان نرجع ونعود ونسمعه مع بعضنا. انت قلت عرض الأول معناتها والعرض الثاني ما لباوش الاحتياجات نتاع الملعب التونسي حول انتقال هيثم الجويني. الترجي حسب معناتها معلوماتنا عطات 500,000 دينار، لكن انتم معناتها ما نعرفش كان عندكم المبلغ اللي معناتها تحبوا معناتها اللي يخليكم وانتم مقتنعين فهمتي باش ينتقل، ولا انا شوف امور في قيمه هيثم الجويني وقيمه الزاده كيف كيف في الملعب التونسي. شوف هنا فما احنا كهيئه مديره مأمنين على مصلحه الفريق، معناها دونك فما نحدوا معناها المونتو على حسب مصلحه الملعب التونسي اللي راهو معناها ايه قداش معناتها مصلحه الفريق في انتقال هيثم الجويني قداش؟ مليار مليار سمعنا خاطر تحبوا هيثم الجويني. هيثم الجويني تبارك الله معناها يجيب مونتو كبير برشا، حتى انا شخصيا ما يبغاش يسوى اكثر من مليار. لكن انتم مش المبلغ اللي يخليكم ساتيسفي، المبلغ اللي يخليكم تقولوا بون هيثم الجويني تيا هو ملاعبي اعطى الملعب التونسي ملاعبي كبير شو يخرج اليوم باش ينتقل يرجع الترجي الرياضي. اقسم بالله اقسم بالله مانيش ما عارف مانيش فاهم، يا درا يحكيوا على لاعب كرة قدم ولا يحكيوا على كبش؟ والله لاني عارف بالضبط. قال له ترجي اعطاه 500 مليون، هذا راهي الجانب الاول فيما يخص هيثم الجويني، ثم جانب اخر اكيد باش نحكيو عليه. قال له ترجي الرياضي اعطاه 500 مليون، انت قداش طالب فيه بالضبط؟ والله عباره في راحته، ريت نهار العيد اعطينك 700,000 في الكبش، قداش طالب فيه انت؟ والله قداش طالب فيه؟ مليار قال له، عباره قال له مليون طالب فيه، قال له والله يسوى اكثر. يعني عبارة يحكي على كبش. إن شاء الله لهنا رئيس الملعب التونسي في التصريحات القادمة يعرف بالضبط فيش قاعد يحكي. نقطة الثانية نقطة مهمة على الأخر باش تعرف السياسة الخاطئة متاع الجمعيات، كيفاش ملاعبي تسيبه ببلاش وما تعطيهش فرصة؟ ممكن البعض يقول لك من جماهير الترجي الرياضي ليه هيثم الجويني في السابق خذا فرصه، ممكن خذا فرصه لكن ما يشي فرصه خذاها 100%. مثلا اليوم محمد علي بن حموده لو يخرج مثلا من الترجي الرياضي وينتقل لفريق اخر ويبرز بشكل كبير، جماهير الترجي ما تنجمش تغضب على اداره الفريق على خاطر محمد علي بن حموده خذا فرصه كامله موسم كامل وهو أساسي. يعني حتى لو يبرز بشكل كبير مع فريق آخر وممكن نقوله ضغط جماهير الترجي الرياضي أثر عليه، ممكن الأجواء في الترجي الرياضي أثرت عليه وما قدمش مردود ممتاز، لكن هيثم الجويني صراحة ما تفكرش خذي الفرصة الكبيرة اللي باش تندمش وقت اللي يبرز مع فريق آخر تقول ألا غالب أعطيته فرصته 100%. هيثم الجويني قدم موسم ممتاز مع الملعب التونسي، الترجي الرياضي ممكن
يشريها بمبلغ اكثر من مليار، كما كنا نسمع في رئيس الملعب التونسي قال لك هيثم الجويني يسوى اكثر من مليار. ونتصور ربط فريق جزائري باش يطلع كوتة اللاعب والترجي الرياضي يزيد يضخ اموال اكثر من اجل خدمات هيثم الجويني. يندرى ترجي الرياضي وقت اللي يحط في هيثم الجويني مليار ولا اكثر، يعني لهنا نحكيه على صفقه توب، نحكيه على مهاجم ممكن يكون اول في الترجي الرياضي. ماناش عارفين لو الصفقه هذه تصرفت عليها اكثر من مليار يندرى، وكما قلنا صفقه توب يندرى هيثم الجويني قادر باش يقدم اضافه للترجي الرياضي ويبرز بشكل كبير. بالطبيعه ماناش نحكيه على البطوله الوطنيه ولا على كاس تونس، نحكيه على رابطه الابطال الافريقيه، على خاطر لو الترجي الرياضي يضخ المبلغ هذا الكل في هيثم الجويني وما ينجحش في الترجي الرياضي، راهو جماهير باش ترجع على الاداره بالغضب، وخاصه انها راهي صارت هذه في السابق. باش نفكركم، سلام القصداوي وقت كان مع النادي الرياضي الصفاقسي شارك مع المنتخب التونسي في الشان، سجل وقتها على 3 أهداف وبرز نوعا ما، خذاه وقتها النادي الافريقي مبلغ تقريبا مليار ونص ولا اكثر على ليبوك، نحكيه على مليار ونص برشا فلوس. لعب نهارين جا فيهم توش ونهارتها ما شفناهش، يعني راهو هيثم الجويني تنجم تضخ فيه مليار ولا مليار ونص ويبرز لك ويكون الهداف رقم واحد والمهاجم رقم واحد في الترجي الرياضي، ويساهم بشكل كبير في وصول الترجي لأدوار متقدمة من رابطة الأبطال الإفريقية، كيف راهو تنجم تضخ فيه مليار ولا مليار ونص وما ينجح. لذا نتصور إدارة الترجي الرياضي كان المبلغ اللي باش تضخه في هيثم الجويني زيد عليها السالير متاعو، كانت تشوف لاعب حر تعطيها المليار ولا مليار ونص اللي طلبهم رئيس الملعب التونسي، وتعطيها سالير باهي لاعب اترونجي كاليبر كبير، نتصور يكون افضل من اللي ترجي الرياضي يتعاقد مع هيثم الجويني. ممكن راهو يتعاقد مع هيثم الجويني معاه مهاجم كاليبر كبير، نسمعك، لكن هيثم الجويني باش تحطوا انت المهاجم رقم واحد في الترجي الرياضي ولا يتنافس مع محمد علي بن حمود شكون المهاجم اللي باش يكون رقم واحد، نتصور الترجي الرياضي باش يكون خاطئ 100%. والله لو محمد علي بن حمودة الموسم الفارط مسجل 17 و18 هدف وخرج السيزون تاعو، نسمعك نقول إدارة الترجي الرياضي تتعاقد مع هيثم الجويني باش يقلق شوية بن حمودة باش ما ينزلش المردود نتاعو، ديما يشوف ثم مهاجم يقلق فيه. نسمعك الرؤية هذه تكون صحيحة، اما انه انت عندك بن حمودة الموسم الفارط زو ساقين يسار، جماهير الترجي الرياضي غاضب عليه، تجيب له انت هيثم الجويني باش تجيبه على اساس المهاجم رقم واحد في الترجي الرياضي. يا خويا انت كان ما نجحلكش هيثم الجويني تضرب لك هيثم الجويني، شكون عندك غيره؟ باش ترجع كالعاده المحمد علي بن حمودة، ولا هنا نجم نقولوا عاده ما نعرفش شكون الى عادتها القديم. على كل حال انا نرى شخصيا الترجي الرياضي التونسي يتعاقد مع مهاجم كاليبر كبير، مهاجم اترونجي افضل من اللي يتعاقد مع هيثم الجويني، هذا كان باش يكون مهاجم رقم واحد في الترجي الرياضي باش يكمل بيه باش يقلق المهاجمين في الترجي، هذيك حاجه اخرى تكون صفقه ناجحه 100%. على كل حال حلقتنا اليوم وفات كالعاده البياري متبقى كبش يقول لكم حظ موفق للمنتخب التونسي، حظ موفق للاعبين الدوليين في الدوريات الأوروبية وفي الدوري التونسي. تحية تونس، تعيش تونس، كلنا تونس، والسلام.